أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: أرجو توضيح حديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يطلب العلم عند الأصاغر، وما المراد بالأصاغر؟ حدثاء الأسنان، المراد بالأصاغر حدثاء الأسنان، لأن الحدث يكون عنده خفة وعدم تثبت، وطلب العلم عند الأكابر عند كبار السن أثبت وأوثق، هذا المعنى. نعم، الأصاغر يعني حدثاء الأسنان، لأن حدثاء الأسنان الغالب أنهم ما عندهم ثبات في الأمور ولا تأكد، ويتسرعون في الأمور، وكلما كان طالب العلم أكبر سنا كان أثبت وأحذق. نعم.